سورة الأنعام، القارئ محمود شحات محمد أنور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل
والله